عوضا عن الاصطفاف في ساحة المدرسة وترديد النشيد الوطني، ارتأى طلاب محافظة بابل المشاركة في الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة، مطالبين بالخدمات والنهوض بالواقع التعليمي المتردي وقلة الأبنية المدرسية وهدم بعضها، والتي أدت بالتالي إلى ازدواج الدوام، مطالبين بمدارس تليق باسم العراق الغني بالثروات. يعني مدارسنا فشي زبالة، يعني غير الدول المدارس الثانية متقدمة بها، رحلات، صفوف، مدارس، مرافقات، حمام، أبسط شيء. يعني هسه احنا مدارسنا يعني عمها الخراب والفتش، يعني والشوارع احنا واحد هذا همات حقنا، الطلاب همات يعيشون بهذا البلد، فاحنا همات لازم نتظاهر وياهم، واي طالب المفروض همات يطلع، لان النظام هذا يعني فاسد، ماكو اي شيء، كل يوم هي طالع لنا وزير على مود فشي الاصلاح، هو نفس الشيء، مجرد يسوون حلول ترقيعيه مثل ما يقولون، بينما هو ماكو فائده من هاي كل الحلول. احنا المدارس ما عندنا، بكل صف 50 طالب توصل الى 60، مدارس مهدومه منذ عام 2014، وهاي مثل ما تشوف هاي مدارس كلها مهدمه، وماكو مدرسين، نقص، ما مؤسسه تربويه منهوبه في قضاء المسيب. بعمري واصغر من عندي يفترون بالسيارات يبيعون مي، ليش؟ ليش انا جاي ادرس بمدرسه واحصل البيئه المناسبه؟ اصلا بيئه المدرسه حتى الغد بالبيت مو بالمدرسه. الطلبه اعتبروا تظاهراتهم دعما لمطالب المتظاهرين، فلا مدارس ولا مناهج ولا حتى بنى تحتيه. احنا شنو ذنبنا؟ احنا بنات، يعني باكر عقبه هاي الطلاب احنا دا ندرس على شنو؟ هاي الطلاب ايش قد تخرجوا؟ وين تعينهم؟ احنا حالنا حالهم، هم راح نتعين، بس احنا نريد حقوقنا، احنا ما نطلب شيء، احنا مجرد حقنا. المناهج عندك، المناهج انجليزي، الرياضيات، الاحياء، حتى مدرسين عندنا قليلين، عينوا المدرسين، ليش قاعدين؟ ليش اكو مدرس قاعد؟ كوما اكو ناس عطاله وطاله. احنا طالعين نريد وطن، اريد تعليمات، بعدين احنا من راح نتخرج مستقبلنا وينه؟ ما 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 موجود مستقبلنا بالعراق، اريد بلدنا يكون احسن. هذا وتعاني جميع المدارس العراقيه من واقع ماساوي قوضه الفساد المالي والاداري الذي استفحل في مؤسسات الدوله، منها هذه الوزاره المهمه.